مو على المنطقة بس هاي منطقتنا. أول بلد آني اتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سد الحدود. ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس واتخذنا إجراءات داخلية. هو العراق. وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب ولا عبالك أكو فيروس بيه؟ وينك يا محافظ البصرة يا معوز سوي النجارة؟ رحمة الوالديك، رحمة الوالديك. تعجب سوق أبو الخصيب بالقرآن الكريم ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنية التحتية في مجال المختبرات، لكن النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. اطلب جوا وشوف الخيسة، ثق بالله من البارحة واليوم لا واحد وصلنا ولا واحد اجانا، وكل واحد يطلع من مكانه يبقى فراش نفسيته ويجيبون غيره ينمو على نفس الفراش. انتم مصابين ما ما مستقدين بعد يعني تحليلنا ما طالع. نعم. يعني احنا ما بينا شيء بس بسبب ذول اللي قبلنا راح نتمرن. نعم. شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه راح تشوفكم اياها، بس مي بارد، مي بارد هاي، بس مي بارد اثنيناتهم. يعني صح انا نظفت بيدي، هذا تشوفون الاكل هذا وانا ثلج بارد، ثلج ثلج جاني جاني بالوحده، تقريبا بالوحده جاني. يجيبون لي مال ودي فتين سوى، يعني انا البحر العشاء ماكو، الريوق اليوم ماكو. لدينا سعه سريريه باذن الله. تشوفون هاي الحاله، يعني هسه احنا شلون نتصدى الوباء الحجم كورونا واحنا بهيج وضعي؟ طبيب ما في مصر. راح تنزل فرق صحيه تعمل مسح وبائي، بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضيه راح نبدا ننزل. ما شفتكم لان تعقيم ماكو، ماسكات ماكو، كانت عندنا مصابه بالكورونا قبل شوي طلعوا برا. فاسج المراجعين المغرب او بالليل يكلم عليه، كم واحد راح ينعدي؟ وكم واحد راح يصير بيه كورونا؟